السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم النهاردة على محاضرة الليدرشيب، معاكم الدكتورة نجلاء محمد، ليكتشر اوف نيرسينج ادمنستريشن، فاكولتي اوف نيرسينج، بنف يونيفرستي. هنتكلم اول حاجة على الاوتلاين. هيبقى معانا النهاردة في الديفينيشن اوف ليدرشيب، ويعني ايه ليدر، وهن ستايلز اوف الليدرشيب، ومنها التراديشنال ستايلز والايه والاوتوكرات، اللي فيه منها برضو التراديشنال ستايلز دي بتتقسم اوتوكراتيك وديموقراتيك والليزي فير. في الادفانسد ستايلز اللي هي ايه، الترانس اكشنال والليدرشيب ستايل والترانسفورميشنال ليدرشيب ستايل. كمان معانا الفاكتورز افكتنج الليدرشيب ستايلز، اللي هي في منها بتتقسم لثلاث حاجات: الفورسز ويزن ليدر، والفورسز ويزن جروب ممبرز، والفورسز ويزن اتويشن. هنتكلم عن كل حاجه منها ايه بالتفصيل. طيب، وكمان هنعرف الاتريبيوتس اند كاركترستكس فور افكتيف ليدرز، اللي هي الاويرنس والاسيرتفنس والاكاونتابيلتي والايه والادفنسي. طيب، مبدئيا كده الانترودكشن، هنتكلم مع يعني عايزين نعرف يعني ايه ليدرشيب وايه اهميتها بالنسبه للتيم، للهيد نيرس او للايه للنيرسينج عموما. بنقول ان النيرس بتقوم باكتر من دور، في اللي هي التيم ليدرز او البروفيشنال نيرس، بتسايد نيرس او هيد نيرس او سوبرفايزرز او دايركتور. فاحنا انتوا طبعا خدتوا محاضره الرول اوف هيد نيرس والسوبرفيجن والدايركتورز ورول اوف اتش كاتيجوري منهم. فاحنا من اساسيات المانجمنت سكيلز دي او المانجمنت رولز بتاع الليدر، ان هو يكون عنده مقدره ان هو يعمل ايه ليدرشيب، او ازاي ان هو يقدر يتحكم في الجروب اللي معاه او يوجهه توجيه لتحقيق الايه الهدف، اللي هي فيها بنقول ان هي ازاي تعمل ليدنج بيبول، ازاي تقود الاخرين الاشخاص اللي معاك في الهوسبيتال او في الاورجانيزيشن او على مستوى اليونتس اللي معاك لو انت هيد نيرس، او على مستوى الاكتر من يونتس لو انت سوبرفايزر، او على مستوى المستشفى كلها لو انت ايه هيد دايركتور. فبنقول ان ده مانجمنت سكيلز مهمه جدا بالنسبه للايه للليدرز وللنيرسينج دايركتورز والسوبرفايزرز والهيد نيرس. حتى الستاف نيرس اللي هي بتبقى بتسايد نيرس برضو بتحتاج الايه الليدرشيب سكيلز عشان تقدر تعمل مانج للايه للبروسيس بتاعتها او للكير بتاعتها او كده. وبيبقى فيها كمان اللي هي ازاي تأثري في الاخرين، ازاي تقنعيهم بوجهة نظرك دي او بالحاجة اللي انت عايزة تنفذيها دي، وكوماندنج ازاي تكون عندك مقدرة ان انت تدي اوردرز للناس ويلتزموا وياها ويطبقوا، جايدنج بيبول برضو تعملي عملية ارشاد للاخرين للاشخاص اللي معاك، سواء كنا بقى زي ما اتفقنا قلنا ليدرز او هيد نيرس او سوبرفايزرز او ايا كان الرول اللي انت بتقومي بيه كنيرسينج، المفروض ان يكون عندك المهاره بتاعت ايه ليدرشيب ايه سكيلز دي. بس هنبدا بقى في الايه في الديفينيشن، هنعرف بعض مفردات كده معانا في المحاضره علشان تبقى ايه سهل بعد كده لما نيجي نذكرها في الحاجات في الكلام تبقى فاهمينها. اول حاجه الليدر، يعني ايه انسان ليدرز؟ بنقول اللي هو is a person who interprets and suggests the goals for which a group is working. يبقى هو الشخص اللي عنده المقدرة ان هو يكون او يقترح الهدف اللي المجموعة هتشتغل على ايه اساسه، وجايد ودايركت وانكارج، هو بيبقى بيعملهم ارشاد ويوجههم ويشجعهم على الايه البارتيسيبيشن لتحقيق الهدف الافكتيف اشيفمنت اوف ايه ذيس جول. يعني هو في الاول بيحط لنا الهدف، وبعد كده بيبدا يعمل عمليه تشجيع ودايركشن للاشخاص الاخرين دول علشان يقدروا يحققوا الهدف ده في الوقت المحدد له بالطريقه الصح اللي المفروض ان هو ايه بريبيرد ليها، يعني او اللي احنا عايزين نوصل ليها كمؤسسه صحيه بتقدم كواليتي اوف كير. بعد كده هيبقى فيه الليدرشيب. الليدرشيب هي is the interpersonal influences in which one individual، اللي هو قلنا هو ايه اللي بيبقى الليدر، guidance و direct and stimulate the positive response in a group member اللي هم ايه الفولورز، to achieve a direct objective او directed objective اللي احنا بنشتغل علشان ايه نحققه. في بعد كده معانا كمان هنعرف يعني ايه leadership.
احنا قلنا المفردات دي كلها بنتعامل بيها في الايه في المحاضره. leadership يعني ايه؟ هي بقى عمليه process of influencing the ايه the activities of either an individual or group in an effort to achieve the goal in the given situation in a given situation. يبقى اللي هو leadership دي هي عباره عن process ازاي ان احنا influencing the ايه activities، ان انا باثر في الايه في الافعال بتاعه الاخرين، علشان لو كان الاخرين ده ممكن يكون شخص انا عايزه يعمل مهام معينه او تاسك معين او مجموعه مع بعضها تيم مثلا وانا الليدر بتاعته او السوبرفايزر بتاعته، علشان نحقق الجولز اللي هي ايه في وقت معين او في موقف معين. خلاص التايبس بتاعه الليدرشيب عندنا may be formal leadership او informal leadership او servant leadership. الformal leadership دي اللي بتبقى حاجات رسمية، يعني واخدها انا leader نتيجة ان انا محطوط في position معين، انا كهيد نيرس او supervisor او director بطبيعة البوزيشن اللي انا موجودة فيه خدت الرول بتاع leadership ده، فانا لازم يكون عندي السكيلز دي واقدر اتعامل بيها مع الايه subordinates او الفولورز اللي معايا في الايه في المؤسسة. طب الانفورمال اللي هي بتبقى بقى على مستوى الايه السوشيال، يعني انا ليدرز بس مش بطريقه مش نتيجه بوزيشن انا محطوط فيه، لا نتيجه ان انا كاريزما مثلا وشخصيتي عندها القدره في التاثير على الاخرين، فبقدر انت بقى كنيرس يعني بتقدر تقود زمايلك توجههم ترشدهم، فالكلام ده ما دام عندك المقدره تبقى بس عن طريق الحاجات الانفورمال. بتتطبق اكتر بقى في الحاجات اللي هي السوشيال بقى، لو مثلا في الاورجانيزيشن بعض اللي بتلاقوا بعض الهيد نيرسز او الممبرز زمايلك يعني بيبقى عندهم الكاريزما دي، فبيبداوا ان هم ايه يعملوا حاجات اجتماعيه بقى، رحلات مع بعض، يعملوا انشطه مثلا مع بعض، ينظموا الحفله مع بعض، فبيبقى متحدد لها ليدرز على اساس ان هو ايه من مقدرته على تجميع الايه الاخرين زمايله يعني او الافراد الاخرين. السيرفنت ليدرشيب اللي هي ان انا بقدم او بكتسب الليدرشيب ابيليتيز دي من او بتبقى عندي السكيلز دي نتيجه ان انا عندي قدره برضو على ان انا ايه اقدم سيرفنت خدمات للاخرين. من فكل ما انا قدمت مثلا سيرفنت لشخص او لاخر بيبقى هو ايه عنده يعني عارف ان انا هقدر اقف جنبه واسنده واساعده في مواقف، فبيبدا ايه يسمع كلامي او ايه يتحرك في الاتجاه اللي انا بقول له ايه. بعد كده في الليدرشيب ستايلز، هنبقى احنا هنتكلم برضو عن الليدرشيب ستايل، هنعرف ايه هو الليدرشيب ستايل. بنقول هو عبارة عن manner in which the leaders influence the group members behaviors in a direct different situation. وبنقول ان في different styles are effective in different situation. بنقول ان مش كل situations او المواقف اللي انت بتمر بيها في ال organizations او في ال life بتاعتك بتبقى على نفس المستوى من الأهمية وال وال urgent يعني. ففي كل ستايلز له او كل سيتويشن له ستايل مناسب له ايه اكتر، هنتكلم في الايه في الحاجات من خلال المحاضره. الليدرشيب ستايلز هنتقسم لايه لحاجتين اساسيين اللي هم التراديشنال ليدرشيب ستايلز اللي فيها بقى الاوتوكراتيك والديموكراتيك والايه والليزي فير. اول حاجه فيها الايه الاوتوكراتيك، برضو بيطلق عليها دايركتيف او اوثوريشن او ريستريكتيف ليدرشيب ستايلز. وبنقول فيها في الليدرشيب ستايلز ده بيبقى احنا قلنا عندنا العلاقة دايما هتبقى عندنا في ثلاث حاجات فاريبلز انا بقى ايه في الليدرشيب ببقى اساسيين عندي، اللي هم الايه الليدرز والايه والليدرز والسب اوردينتس والسيتويشن اللي هم فيه. فانا دايما بيبقى الحكم على الفرق بين ستايل والتاني الثلاثه فاريبلز دولت معايا واساسيين وايه وبتحرك فيهم، يا اما بزود واحد وبقلل التاني يبقى انا كده ايه اتنقلت من ايه من ستايلز للتاني. فاول ستايلز عندنا في التراديشنال ليدرشيب ستايلز اللي هو الايه الاوتوكراتيك ليدرشيب. بنقول في الستايلز ده بيبقى فيه ماكسيمم كنترول من الليدرز ويز مينيمم فريدم فور ذا ايه جروب ممبر.
وبيبقى فيه كاركترايزد باي الجيفنج ايه اوردرز. الستايلز ده بيبقى كاركترايزد باي جيفنج اوردر، يعني الليدر فيه علاقته بالسب اوردينتس عباره عن ايه، اوردرز مستمر، ان انا بديلهم اوردرز وهم ينفذوه بس. يبقى فيها ماكسيمم كنترول من الليدرز ومينيمم فريدم اوف فور ايه الجروب ممبر او السب اوردينتس. طيب اللي ان ذيس ستايلز الليدر از كاركترايزد باي بقى، او بيبقى تصرفاته في الليدر شيب ستايل ده لو هو متبنيه او هو بيتبعه يعني في المواقف بتاعته او في الحكم على الاشياء او تسييره للامور. اول حاجه بيعمل كل الورك ديسيجنز اند اوردرز تو سب اوردينز تو كاري ذيم اوت، برضه بياخد كل القرارات المتعلقه بالشغل او بالمهام اللي بيقوم بيها، وكمان بياخدها كل القرارات وهم بس السب اوردينز ان هم ايه ينفذوها بس، ما فيش عندهم يعني فكره او ما بياخدش ما بيشاركش رايهم في الايه في الديسيجن. وده بنسميه او بنطلق عليه سنترلايزد ديسيجن ميكنج. سنترلايزد يعني هو ايه مركز في شخص واحد، او ان هو مبني على راي شخص واحد اللي هو الليدر. بعد كده في تاني نقطة في الكاركترز بتاعت الليدرشيب ستايلز في الأوتوكراتيك ليدرشيب، بيبقى may listen to subordinates و directions but is not influenced by them. ممكن يسمع للآراء أو الدايركشنز بتاعت subordinates بس ما بيتأثرش بإيه بكلامهم ولا بإيه برأيهم، هو بيسمع لهم وخلاص، لكن ما بيتأثرش لا برأيهم ولا بياخد بكلامهم ده في الاعتبار. But a high concern for task accomplishment and low concern for people who perform the task. يبقى اسمه task oriented. يبقى leadership هنا بيبقى task oriented، ان هو ايه اهم حاجة عنده انجاز الايه التاسك او الورك اللي هو عمله assigned للايه للsubordinates، مش مهم عنده اي حاجة تانية، لا الكومنت او السبلايز والريسورس متاحة ولا لا، هو يتصرف. طيب الستاف نيرس ده او السبordinates ده ظروفه يعني في حاجة الشغل ده مناسب لقدرته ولا لأ، هو مش مشكلته برضه، هو حط كل واحد على تاسك معين هو المفروض يعمله بقى ايه من غير اي بقى ايه مراعاة لأي ظروف تانية هو السب اوردنس ده بيمر بيها او ايه مرتبطة بيه. بعد كده في ليتل تراست اور كونفيدنس ان وركرز، عنده دايما عدم ثقه وامان في الاشخاص الايه السب اوردنس او الوركرز، دايما حاسس ان هم مش على قدر كافي من الكفاءه ان هو يعمل لهم ايه ديليجيشن للورك كده من غير ما ايه او يسيبهم يفكروا او يسيبهم يقولوا رايهم او يعملوا حاجه من غير ما هو يكون اسايند معاهم او هو اللي قايل لهم عليها بالطريقه الفلانيه اللي هو محددها او كده. emphasize the negative reinforcement and the top down communication، هو دايما بيركز على النيجاتيف reinforcement داون التوب داون كوميونيكيشن في اتجاه واحد اللي اسمها وان واي كوميونيكيشن، زي ما انتوا عارفين قبل كده في الكوميونيكيشن ان هي ايه بيبقى في اتجاه واحد، ما فيش عنده ابورد كوميونيكيشن، ما بيسمعش للسب اوردرز ولا الفولورز دول. هي زي ما احنا قلنا برضو قبل كده في الديفينيشن هو ايه جيف اوردرز اونلي نو شير اوف ايه ديسيجن ميك. Use the effort of employee to the best possible without regard to their interest. يعني هو برضو دايما عايز يستفاد من الامبلوي ده اكتر قدر من الامكان من غير ما يراعي اي ظروف خاصة بيه، بقى هو مرتاح مش مرتاح، التاسك دي مناسبة له زي ما قلنا في قدرته وكفاءته ولا لا، ده كل ده ما بيبقاش في اعتباره. ايه الادفانتج اللي ممكن تكون بتاع الليدرشيب ستايلز في الاوتوكراتيك ليدرشيب ستايل؟ هنقول less time consuming for decision making useful when group is inexperienced and leaders who has information and skills. بنقول لما ان يقوم بالويز ما قلنا كده situation مثلا متعين عندي مجموعة جديدة من السب من التمريض مثلا، انا كدايركتورز او كليدر او كهيد نيرس، المفروض ان انا ايه لما يكون عندي نيو امبلويي متعينين ببدا اشتغل معاهم ايه
اوتوكراتيك، علشان هما لسه ما يعرفوش السيستم بتاع الاورجانيزيشن، ولا عارفين عندهم خبرة في الشغل، ولا في الكوميونيكيشن، ولا في التواصل، ولا عارفين كل بوزيشن، ولا الاكاونتابيلتي بتاعتهم. فببدأ اشتغل معاهم بالايه، بالاوتوكراتيك ليدرشيب، عشان دي بتوفر في الوقت بتاعنا معاهم، وكمان بتخليهم يعملوا الايه، يوحدوا بقى الجول بتاعهم مع جول الاورجانيزيشن، ويبدأوا ايه يندمجوا مع الجروب في الايه، في الاورجانيزيشن. امبروف البرودكتيفيتي، زي ما قلنا ان هي بتحسن البرودكتيفيتي ازاي، الاوتوكراتيك ليدر شيب، عشان هو مركز اساسا على التاسك اكومبلشمنت، يعني هي اهم حاجه الانتاجيه عنده، او الايه الناتج بتاع الايه الورك يعني. طب ايه الديس ادفانتج بتاعتها؟ بيبقى فيه لاك في الجروس اوف الجروب ممبرز، ما بيحصلش لهم تطور في الاداء بتاعهم ولا في البوزيشنز بتاعتهم، هم خلاص هو ليدرز وهو ايه وهم سب اوردنس، ما فيش فرصه ان انا ادي لحد ان هو ينمي مهاراته او يحسن من نفسه، او يبدا يدور ان هو ياخد دورات زياده، او ياخد يحضر مؤتمر مثلا، يحضر يعمل دراسات عليا في المانجمنت. خلاص هو عارف ان انا مش هقدر اوصل لاعلى من البوزيشن اللي انا موجود فيه ده، او مش هش يعني كل ما حسنت من نفسي ده مش هيبان له اثر معايا، عشان انا معايا شخص او ليدر اوتوكراتيك، ما فيش عنده بقى، ما بيعتبرش باراء الاخرين. طبعا ده هينتج عنه لسه في الجوب ساتسفاكشن، مش هيبقى راضي عن نفسه في البوزيشنز بتاعه ده، هو عامل حاسس ان هو آلة بتنفذ اوامره وخلاص، فمش عنده ساتسفاكشن، مش حاسس برضا عن الوظيفة بتاعته. ليس كوميتمنت تو اورجانيزيشنال جول، طبعا برضو الكوميتمنت اللي هو الانتماء بتاعه او الاخلاص بتاعه في الشغل لتحقيق هدف المؤسسة، لا هو كل هيبقى هدفه ان هو يحضر الشيفت بتاعه ويأدي المهام بتاعته اللي حددها له الليدرز ويخلص وخلاص، مش هيبقى فيه لا كرياتيفيتي ولا ايه. frustration and conflict may arise in the group، بينتج عن الضغط ده اللي كله بيشتغل تحت ضغط او تحت ستريس، فبينتج عنه ايه conflict may arise بين الايه الجروب ممبرز. بعد كده في الديموكراتيك ليدر شيب ستايل، وبرده بنطلق عليها البارتيسيبيتيف او كونسلتيتيف ليدر شيب ستايلز، بنقول فيها الليدرز بيبقى في الهيومن ريليشن اند التيم وورك ار ذا فوكس اوف ذا ليدر. هنا يعني ايه مختلف عن عن الاوتوكراتيك، ان هنا بيبقى مركز اكتر على الايه الريليشنز والتيم وورك، عايز يشتغل كفريق، ما مش هو بس مش بيفكر في نفسه بس، لا بيفكر في التيم اللي معاه، وايه وتشير الريسبونسابيلتيز وذ فولورز باي انفولفينج ذيم ان ديسيجن ميك، بيعمل مشاركه معاهم في اتخاذ القرار ويشاركهم فيه، او يعمل لهم انفولفمنت ان ايه ديسيجن ميك. الليدرز هنا مواصفاته او بيبقى is people oriented focus attention on human aspect and build effective work group. يبقى هو هنا ايه عكس الاوتوكراتيك، هناك كان ايه task oriented، هنا يبقى هو هنا في الديمقراطيك بيبقى ايه people oriented، يعني مركز على الامبلويي او السب اوردنس ده، ومركز على الهيومن اسبكت احترامه للاخرين، وبيعمل ورك جروب، بيحاول ان الناس تكون الكوميونيكيشن بينها وبين بعضها كتيم كويسه، والتواصل بينهم وبين بعض كويس، وفي مراعاه لظروف كل ممبرز في الايه في الجروب. interacts openly and friendly with an A person، بيتفاعل معاهم ايه بحريه شويه او بطلاقه، عنده سايب لهم فرصه انهم يتكلموا او يحكوا، يعني مش اوردرز 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 بس، مفيش use two way communications اللي هي ان هو بيسمع لهم وبيدي لهم اوردر. هنكمل في الكاركترز بتاعت الليدرشيب ستايلز في الديمقراطيك ليدرشيب ستايل، اللي هي تاني نوع من التراديشنال ليدرشيب ستايل. اول حاجه يوز البيرسونال اند بوزيشنال باور اند كوبريتيف ديسيجن ميثود تو درو اوت الايدياز فروم امبلويي اند موتيفيت ذيم، جيف الفيدباك تو ذا امبلويي ان فاكتوال اند اوبجكتيف مانر اباوت الورك، يعني بيدي الممبرز اللي معاه او السب اوردنس اللي معاه الفيدباك على الحاجات اللي فعلا هم عملوها، سواء كانت ايجابيه او سلبيه.
الليدر في الستايلز ده ليه في الجروب ممبرز فري تو سيت زير اون جولز تيك ديسيجنز اند ديترماين زير اون اكتيفيتيز وزاوت ايه ليدر بارتيسيبيشن. ما بي ايه ما بيشاركش معاهم في حاجه، هو سايبهم هم نفسهم يحطوا الجول لنفسهم وياخدوا القرارات ويعملوا الطريقه اللي هيشتغلوا بيها ازاي اللي تناسبهم هم واللي تريحهم هم، لكن هو ما بيشاركش معاهم في ايه فيه. اكزابت لاك اوف الكنترول ودايركشن وسوبرفيجن والكوردينيشن، ما عندوش هو كنترول ولا في دماغه ان هو يتابعهم ولا يعمل لهم سوبرفيجن ويشوف ايه الديفكت وايه الصح وايه الغلط وايه اتعمل وايه ما اتعملش. ده هو ايه سايب الامور ماشيه كده بايه بطبيعتها. جيف الجروب ريسبونسابيلتيز وزاوت اني ستاندردز بيهيفيرز اور هيز ايه بارتيسيبيشن، يعني هو بيقول لهم على المهام بتاعتهم والاسايند لهم للريسبونسابيلتي، لكن ما بيعملش ايه، ما فيش ستاندر واحد هما ماشيين عليه، مثلا لاداء البروسيجرز في اليونتس، لاداء المهام اللي بيقوموا بيها. كل واحد يشتغل على حسب الليفل اوف الادوكيشن بتاعته والاكسبيرينس بتاعته. الادفانتج بتاعت الليزي فير ستايلز هي ممكن تكون بتساعد على الكرياتيفيتي، بس ده في وقت لما يكون السب اوردينس او الفولورز دولت عندهم ايه good knowledge او mature enough ان هم ايه ياخدوا decision لوحدهم او كده. في الوقت ده بس بتحقق الايه الكرياتيفيتي. disadvantage of lazy fair styles ان هي leads to instability and disorganization، ما بيبقاش فيه استقرار ولا استمرارية في الايه في ال organization. new unity of action leading to decrease of productivity، مفيش نظام واحد او زي ما قلنا ان مفيش ستاندرز واحد كله ماشي عليه وبيطبقه ولا كله عارف ايه الهدف اللي احنا بنشتغل فيه في المؤسسه، مفيش يونيتي وفي الاكشن، فده بيقلل لي البرودكتيفيتي بتاعتي. نو سنس اوف جروب يونيتي ليدنج تو ديكريس في الساتسفاكشن، كل واحد زي ما قلنا بيشتغل بالطريقه ايه اللي مناسبه ليه وكل واحد بيعمل الحاجه في الوقت اللي هو عايزه، مفيش سيستم واحد ولا نظام واحد ومفيش روح الفريق مش موجودة في الجروب، فده بيؤدي إلى إيه بيقلل لنا السكسر. الأدفانسد ستايلز اللي احنا قلنا فيها الترانس أكشنال ليدرشيب ستايلز والترانس فورميشنال، أول نوع فيها هنتكلم اللي هو الترانس إيه أكشنال ليدرشيب ستايلز. الليدرشيب فيها الستايلز ده بيبقى tend to be characterized by an emphasis on positional reward and types of power، هو معتمد على البوزيشن اللي هو موجود فيه ومدى السلطه اللي معاه السورتي او الباورز بتاعته والريورد اللي في ايده، ايه الميزات وايه الحاجات اللي هو بيقدر كليدر يضغط بها على الاشخاص الاخرين او يعاقب بها الاشخاص او يجازي بها الايه الفولورز او السب اوردينس دول عشان يشتغلوا، هيحركهم ايه وسائل الضغط اللي هيستخدمها معاهم او وسائل التحفيز اللي هيستخدمها معاهم. في in this styles the leaders بيبقى ايه بيتصرف ازاي في emphasis the mutual agreement on the goal، يعني مركز او الناس اللي موجودة دي تبقى عارفة الموافقين على الجولز اللي احنا هنشتغل عشان نحققه. provide rewards that match the employee achievement، بيدي ريورد على قدر الايه الاشيفمنت بتاع الامبلوي، كل ما كانت الانتاجيه بتاعته عاليه او الاخطاء بتاعته اقل فبيبقى ايه بيديله ريورد او المكافاه على حسب الايه الاشيفمنت بتاعه. يوز المانجمنت باي اكسبشن، معناها ان هو بيرياكتس وين بروبلم اوكيرز، ده بيتعامل يعني ما فيش عنده خطه اللي هو الايه ان هو يبقى بلاند بري بلاند لاي بروبلم عنده او كده، لا هو بيستنى لما المشكله تحصل وبعد كده يبدا يدور بقى على حلول ليها وايه ونتعامل معاها ازاي ونتفاعل معاها ايه ازاي. tend to use more negative feedback than positive A1 and is relatively punitive، دايما بيركز على الحاجات النيجاتيف، الامبلوي اللي موجود او السب اوردنس اللي معاه في المؤسسه هو بيشوف الحاجات السلبيه، يعني هو عمل اكتر من ديوتي اكتر وبيشتغل معاه بقاله فتره بس هو بيركز له على الحاجات دايما اللي بيلفت نظره او الحاجه السلبيه بس، لكن الحاجات الايجابيه يعني عادي ما بيديش موتيفيشن للشخص ان هو عمل الحاجه دي كويسه او اداها بطريقه كويسه فيشجعه، لا هو يسيب كل الحاجات الكويسه اللي عملها ولو غلط غلطه بس صغيره تلاقيه ايه معلق له عليها او الحاجه دي هي اللي بتبقى ايه هو. وبيحب دايما ان هو يعمل بانيتيف للايه للسب اوردنس اللي موجودين دول يعاقبهم يعني.
ترانس فورميشنال ليدرشيب ستايلز، ده النوع التاني من الادفانسد ليدرشيب ستايلز. ده بيبقى فيه بيعتمد على الريليشنز وير البيبل وورك توجذر، هو يعني ان الاشخاص بتتعامل مع بعضها، فبيبني على الايه الجود ريليشنز ايه بينهم، وكمان ان هو بيشاركوا في الفيجن والميجن بتاعه المؤسسه، علشان ان احنا عملية ان احنا كمؤسسة نبقى ناجحين، او احنا او انا كليدر وانت كسب اوردن تبقى ناجح، ده مش هيعود عليا انا لوحدي بس بالايه حاجات ايجابية، لا هيعود عليك انت كمان كامبلوي او كسب اوردن بميزات، هتبقى انت البوزيشن هيتحسن، الوضع بتاعك في الاجتماع هتبقى في مكان له سمعة كويسة، هتبقى تحقق اهداف كويسة للمؤسسة، هيبقى معروف ان انت شاركت بالرأي ده او بالايه بالخبرة دي، وفي الآخر هيبقى المؤسسة بتاعتنا احنا ككلنا يعني هننهض بيها مع بعض، انت كأمبلويه وانا كليدر والمؤسسة بتاعتنا المستشفى اللي احنا موجودين فيها دي برضو هتبقى ايه مور سكسس. الليدر بقى في الستايلز ده بي كاريزماتيك ليدرز اند هايلي ريسبكتد باي اي فولورز، بيبقى شخصيه مميزه، ده يعني احنا بتتعامل على مستوى الحياه بتاعتك او في الشغل بتاعك بتشوف بتبقى في اشخاص كده عندهم الكاريزما، يعني يقولك الشخص ده هو ايه باين عليه كده ان هو ليدرز، يعني عنده خصائص الليدرز متوفره فيه من صغره، يعني تلاقيه له شخصيه له راي له وجهات نظر معينه، بيقدر يأثر في الآخرين بطريقته، ان هو اكتف، ان هو عنده معلومات ناحية المعلومات يعني كويس، ودايما بيحظى باحترام الايه الآخرين، يعني ما بيبقاش فيه اختلاف عليه، مش في موقف كويس وفي موقف تاني لا وحش، هو بيبقى دايما الناس اللي موجودة كلها بتبقى ايه يعني ملاحظة فيه النقطة ايه دي. set high standards and challenges his staff to go beyond their usual level of effort، يعني بيخليهم يشتغلوا على الايه الادفانسد ستاندردز، ويحطهم دايما في تشالنج ان هم ايه يحسنوا من الاداء بتاعهم ويحسنوا من المؤسسه بتاعتهم ومن الوحدات بتاعتهم اللي هم ايه بيشتغلوا فيها. stimulate the followers to think critically about الايه what they do and why، يعني دايما هو حاططهم في الايه ان يشغل مخهم او ان هو يبقى في تفاعل مستمر منهم مع الايه الليدرز، بيستخدموا الكريتيكال ثينكينج ان هم بيفكروا بطريقه علميه او طريقه ايه فيها بيربط دايما كل الحاجات اللي هو بيعملها، هو بيعملها ليه وعلشان ايه وايه الفايدة بتاعتها او المردود الايجابي بتاعها على المؤسسة ايه، ولو ما عملتهاش ايه المردود السلبي على المؤسسة بتاعتها هيبقى ايه. each employee is recognized and assignments are based on abilities and needs، يعني انا بدي كل الاشخاص اللي معايا الامبلويه او الفولورز دول بحط ببقى محترمهم ومقدرهم كشخصيات، وكمان الديوتي والشغل والريسبونسابيلتي اللي انا بديها لهم بتبقى مناسبه للايه للقدرات بتاعتهم والاحتياجات بتاعتهم، سواء كانت الاحتياجات دي بقى الاجتماعيه الصحيه النفسيه كل الجوانب دي انا براعيها ايه معايا. الفورسز اللي هي افكت الليدرشيب ستايلز، يعني انا امتى اخد الليدرشيب ستايلز ده، بتتاثر بثلاث عوامل اللي هم حاجات ريليتد للليدر نفسه زي الشخصيه بتاعته زي ما قلنا، اذا كان كاريزما او ان هو ضعيف الشخصيه او كده، ومدى استعداده لممارسه الدور ده او قابليته للقيام بالسكيلز دي، او ان هي حاجات تكون ريليتد للجروب ممبرز زي ما قلنا ان في الجروب ممبرز ممكن يكون نيو امبلويي او ان هو في السكيلز او الاكسبيرينس او ان هو يكون نوت ماتيور انف ما عندوش يعني مستوى علم كويس، او ان هو المعلومات بتاعته ضعيفه ما هيش في ديفكت في حاجات كتير منها، او ان هو محتاج ان هو يتدرب اكتر يمارس اكتر يحط في بروبلم سولفنج اكتر كده يعني. او الفورسز وذين سيتويشن، قلنا لو في سيتويشن ايمرجنسي غير ما يكون في سيتويشن ان ايرجنت، يعني مش محتاج اخد قرار دلوقتي، فكل سيتويشن له نوع الستايلز اللي انا بقى ايه بقدر ايه اتعامل بيه فيه، لو انا في الاستقبال غير ما اكون في قسم عادي في الورد، لو انا في الاي سي يو غير ما اكون في الورد عادي، لو انا برضو في الحاله معايا حاله وارست لما اجي اخد ديسيجن، او انا كتيم كهيد نيرس موجوده
اخد قرار غير ما يكون في الوحدة عادي والامور ماشية ستيبل والحالات كلها ستيبل مفيش مشكلة. كل سيتويشن له ايه الليدرشيب المناسب له في وقته، بس احنا برضو ممكن نعمل التلاتة ليدرشيب ستايلز في وقت واحد او في سيتويشن واحد. زي ما قلنا ان انا مثلا لو عندي الستاف بتاعي الستاف نيرسز بتوعي بعمل لهم التايم سكادول، انا ممكن اديهم فرصة الاول وابقى ديمقراطيك معاهم، وان انا ايه اديهم فرصة انهم يقعدوا مع بعض كل واحد يقول رغباته كل واحد يقول ظروفه ويتفقوا مع بعض. اذا يعني كده 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 اديتهم فرصة يشاركوا او ان هم يقولوا رأيهم او يعملوا هم التايم سكادول لوحدهم. لكن لو في الاخر ما وصلوش لان هم توافقوا او كل واحد رتب مواعيده او ظروفه مع الاخر، ببدأ ان انا اخد الرول بتاعي بقى اخد ديسيجن ان انا ايه اوتوكراتيك واحدد لهم المواعيد بطريقة معينة اللي تحقق لي الاستابيليتي بتاعت الايه الورك بتاعتي في الوقت ده، وابدا اوزعهم بالطريقه اللي انسب للشغل. وبكده يكون استخدمت الثلاثه ايه ستايلز في الايه في الـ في الايه في الاتوار. يبقى ما فيش ستايل ثابت للايه للليدرشيب. انا بعمل موف من ذا 3 ستايلز اللي هو الاوتوكراتيك والديمقراطيك والليزي فير على حسب الايه السيتويشن اللي احنا موجودين فيه. طب بعد كده بقى هندخل للنقطة اللي هي الايه الكاركترستكس اوف فور افكتيف ليدرز. ايه هي الكاركترستكس اللي الموجودة اللي تتوفر في الليدرز؟ اول حاجة الاويرنس، اللي هي المفروض يكون عنده اويرنس الليدرز المفروض يكون عنده اويرنس للسيلف كونفيدنس والانسياسيزم والفلكسابيليتي والكرياتيفيتي والفريندلسنس والاونستي. ليه الاسيرتفنس؟ اللي هو يكون انسان موضوعي او اللي هو ايه بياخد قرار موضوعي، ما بيجيش على الاخرين ولا بيجي على ايه على نفسه، يعني بيحافظ على نفسه كليدرز وكمان على السب اوردنس او الرايتس بتاعت الايه الانذر بيرسون اللي موجودين الفولورز او الايه البيشنت اللي الاكاونتابيلتي. بنقول ان الليدرز اكاونتابل تو ذيم سيلفز وزير جروب وزير بروفيشن وزير ايه سوبيريورز. يبقى هو مسؤول عن نفسه وعن الايه البروفيشنال كمهنه بتاعته والمجموعه اللي هو بيشتغل فيها. accountability is answering to someone for the position positive or negative outcome of one's action. يعني انا accountable ان انا اعمل ادي اجابه للاشخاص اللي معايا دول او الفولورز اللي معايا اي الحاجات البوزيتيف اوتكم والنيجاتيف اوتكم اللي هم عملوها، وادي لكل حاجه منها راشونال انت ليه عملت التصرف ده او انت عملت الديفكت ده ليه او انت انا عاقبتك بالحاجه دي ليه، علشان انت عندك ديفكت في 1 2 3 بحدد له البوينتس اللي هو فيها ديفكت والبوينتس اللي فيها ايه بوزيتيف اكشن بتاعته او الحاجات الكويسه اللي هو عمل. ادفوكانسي ان انا ببقى عندي القدره ان انا اعمل سبورت وديفنس للايه للسب ايه للفولورز اللي موجودين معايا او السب اوردنس اللي موجودين معايا. challenging in the process ان هي leaders are taking risk innovating experimenting and finding new and better ways of doing things. هو برضو يبقى عنده ان هو المقدره ان هو ياخد الريسك ويبقى innovative، يعني يقدر يعمل creativity new ideas، والexperimenting يعني هو بيمارس او مقدرة برضو ان هو ايه يجرب او يعمل تجربة يحسن من الاداء بتاع الورك وبيطلع لي افكار جديدة وطرق جديدة لايه لاداء الايه المهام والايه والاشياء اللي عندي. inspiring and shared vision اللي هي leaders are helping others to share the mission and the goals of the organization. يعني مش بيقتصر في تحديد الجولز ولا الاوبجكتيف ولا الميجن بتاعت الاورجانيزيشن، لا بيشاركهم في اتخاذ الايه في وضع الميجن والجولز بتاعت الاورجانيزيشن من الاول خالص. لما اجي اعمل بلان بشاركهم معايا وباخد ارائهم وباخد وجهات نظرهم وباخد الخبره بتاعتهم واستفاد ايه بينها او ان انا استعملها، فبكده بيبقى هو جود هيلبر معايا. enabling others to act leader facilitate faster collaboration and cooperation والتراست وورثنس between الايه الجروب ممبر. بيشجع التيم وورك والايه empowering others to feel strong and capable to involve all staff in policy formation.
بيشجع الامباورنج للاذرز، وبيخليهم عندهم الشعور او الاحساس كبير يعني ان هم قادرين ان هم ايه او عندهم مقدره او واثقين فيهم ان احنا نشاركهم معانا في ان احنا يعملوا البولسي فورميشن والبروسيجرز الموجوده والستاندرز اللي احنا متبنيينه كمؤسسه، وازاي ان احنا نقيم الاداء بتاعنا واداء المؤسسه برضو بشاركهم في كل الايه الحاجات دي. Modeling the way these leaders earn employee respect because they lead by honesty. ان هم بشتغل معاهم بالايه ان انا بريسبكت الايه الامبلويي، وبدي لهم فرصه ان انا ايه في الاصعب في الاوقات الصعبه يعني او الاوقات اللي فيها ايرجنت او ايمرجنسي ببدا بكون معاهم ايه امين معاهم وبشتغل معاهم وبساعدهم ومبسيبهمش الايه لوحدي. جامب اند هيلب ان هون نيدي، لما يحتاجوني في اي وقت يلاقوني ايه متاح بالنسبه لهم. encouraging the heart ان انا بقى ايه provide active encouragement and support for followers and praise for and celebrations of ايه accomplishment، ان انا عندي برضه القدره ان انا اشجعهم واعمل لهم سبورت للفولورز دول وبكافئ الناس اللي اشتغلت وايه ولما يحققوا الهدف بتاعي بطريقه كويسه او يؤدوا المهام بتاعتهم عندي القدره ان انا ايه اللي اشجعهم او اديلهم مكافآت او ان انا ايه احفزهم يعني. الليدرز ده recognize contribution و create high expectation و enable others to achieve their best and then reward the performance، يخليهم يطلعوا أقصى ما عندهم من المجهود يعني يقدر إن هو يخليهم يشاركوا بأقصى مجهود عندهم وكمان إن هما إيه يبقى قادر إن هو يعمل لهم reward على ال performance بتاعهم اللي يحفزهم يديهم مكافأة يزود لهم العلاوات بتاعتهم يطلعهم بوزيشن احسن من البوزيشن يديلها ريسبونسابيلتي اعلى فتحس ان هي عندها سيلف استيم وكونفيدنس الكلام ده. وبكده ان شاء الله المحاضره بتكون خلصت، ويا ريت تكون ان شاء الله يعني واضحه بالنسبه لكم، ولو في اي استفسار تواصلوا معايا ان شاء الله على الايه يا اما على الواتس او على جوجل كلاس. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.